نريد توحيد الصف، نريد اختيار شخصية، لكن هناك التوجه الأكثر على دعم السيد محمود المشهداني. وإحنا كمكون سني، أغلبية المكون السني، لن نختار أي شخصية دون الرجوع إلى الأخوة في الإطار التنسيقي، لأن الأخوة في الإطار التنسيقي بهم قادة وبهم شيوخ وشخصيات، ولديهم فضل علينا عندما شاركوا في تحرير المناطق وحرروا الشرف والعرض. يعني إحنا شلون نروح نقبلها؟ نروح إحنا ندعم مرشح أو نختار مرشح دون ما نرجع عليهم؟ هاي من المستحيل.